هلا. حياك الله. المهندس خلود؟ اي نعم. معك عبد الله الغامدي؟ وانا سنتي. هاي زميلتي سنتي. اول شيء ارحب فيكم في مركز الشرطه ذكي. حياك الله. وهذا المركز يعد الاول من نوعه في العالم بدون تواجد اي موظفين، وهذا المركز طبعا يحتوي على 27 خدمه ذكيه، وهذه الخدمات عباره عن خدمات جنائيه، خدمات مروريه، خدمات مجتمعيه، وخدمات التصاريح. في البدايه لازم يعني نسجل بياناتنا في شاشه التسجيل. اوكي، مثل ما تشوفين هنا عندنا خدمه لاصحاب الهمه، انه يكون مستوى الشاشه ملائم مع اصحاب الهمه. سواء كان مقيم او كان زائر، الكل يقدر يستفيد من خدمات شرطه دبي الذكيه. الحين تدخلين بياناتك. تفضلوا. شكرا. مرحبا. السلام عليكم. معكم مهندسة سامة الفلاسي. شكرا. المركز يقدم الخدمات بست لغات مختلفة. احنا بنروح عند اللغة العربية. وقائمة الخدمات اللي عندنا مقسمة لأربع أجزاء: خدمات جنائية، خدمات مرورية، وشهادات تصاريح، وخدمات مجتمعية. اوكي. سنتي، تعرفين بالنسبة حق الخدمات الجنائية في الإمارات بشكل عام، ما يقدر يقدم عليها الفرد إلا إذا كان متواجد في المركز. إلا هني من خلال المركز هذا أو المركز الذكي ممكن يقدمها من خلال الشاشة. اوكي. خدمة اسمها فتح بلاغ جنائي. راح ندخل بطاقة الهوية. اوكي. سلامة، يعني نحن بنعرف إنه المركز جديد، فكيف كان تجاوب الناس؟ هل كان سهل؟ هل لقوا صعوبة بالسيرفيسز؟ أم كيف تجاوبوا؟ كم خدمة تقريباً صار عندنا؟ احنا الحمد لله 864 خدمة لحد الآن. أوكي. والحمد لله هذا عدد كبير، يعني يعتبر من منذ افتتاحه من شهر 9 يعني. والناس تعودت، ما كان في صعوبات بالأول؟ لا بالعكس، المركز يعني بطريقة مبتكرة يعني وسهل. السلام عليكم، وياكم لازم إبراهيم، مركز الشرطة الذكي شرطة دبي. تفضلوا، كيف بقدر أساعدكم؟ ما عندنا أي موضوع جنائي، بس نحبين نتعرف أكثر على المركز وعلى الخدمات اللي بتقدموها. طبعاً مركز الشرطة الذكي لشرطة دبي يقدم مجموعة من الخدمات تتمثل في 27 خدمة رئيسية و33 خدمة فرعية. وتتمحور هذه الخدمات إلى أربع خدمات نوعية، اللي هي الخدمات الجنائية والخدمات المرورية وخدمة التصاريح والشهادات والخدمات المجتمعية. ونحن طبعاً نختص بفتح البلاغات الجنائية جميعها. أخوي إبراهيم، بالنسبة حق الخدمات الأكثر إقبالاً عليها من الجمهور؟ طبعا هي الخدمات الجنائيه والخدمات دفع المخالفات المروريه. ممتاز ممتاز، جزاكم الله خير. مشكور. شكرا. يعطيكم العافيه.